مهلا ليا وصلنا لفقرتنا الثانية لليوم. يعني يمكن كلياتنا نمضي ساعات كتير طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موبايلاتنا، صح. ونضل عم نقلب بهالصفحات على اختلاف المواقع، ولكن يمكن في لحظة لازم نستثمر فيها هذا الشيء وما يكون وقت على الفاضي. أكيد ميسان، في كتير ناس استفادوا من مواقع التواصل الاجتماعي، وبنفس الوقت في كتير ناس تضرروا. هو السلاح ذو حدين. رح نحكي اليوم أكثر ونطرح بعض التساؤلات. قديش من الصعب إنه نكون بعالم الإنترنت والسوشيال ميديا ونقضي أوقات كتيرة على الإنترنت، وتحويل الوقت الضائع إلى وقت عمل ومنتج ويحقق يمكن مبالغ وأرباح كتيرة. للحديث أكثر رح نحكي مع الأستاذ المهندس طارق الصاتي، مدرس جامعي وخبير في مجال المعلوماتية. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ. يعني وقت بنحكي فعلا عن هذا الوقت يلي عم نمضي وقت طويل جدا من حياتنا اليوميه، حتى اثناء عملنا وشغلنا ودراستنا نحن ماسكين موبايلاتنا وماسكين الانترنت كل الوقت. كيف بنقدر نحول هذا الوقت الضائع الى وقت مستثمر؟ خليني بالبدايه اقول انه يعني نحن عم نقلب صفحات الانترنت وصفحات والفيديوهات واليوتيوب، انه نحن لازم ندرك حقيقه انه اي حدا عم يندج او عم يعمل بروديوسينج لهالديتا، يعني عم يساوي فيديو او عم يكتب مقاله او عم يعرض لنا معلومات، هو بالنهايه نحن بالنسبه له خلينا نقول زبون. يعني انا وقت بساوي فيديو دائما بفكر قديش عدد المشاهدات اللي حتجيني على هذا الفيديو، قديش ممكن احقق ربح من خلال هذا الفيديو اللي انا عم انشو. فدائما بيخطر ببالنا وقت بنحكي عن تحقيق الارباح بالانترنت، يوتيوب بيخطر ببالنا، السوشيال ميديا بيخطر ببالنا، كم عدد قديش عدد المشاهدات اللي اجتنا على فيديو معين، لانه كله هذا مرتبط بالدعايه والاعلان. يعني خلينا نقول الاسهم الاكبر للربح بالانترنت هو الدعايه والاعلان، بس ما هي الوحيده لحتى نحن نستثمر وقتنا على الانترنت بدل ما يكون وقت ضائع، انه نحن نستثمره بعمل، عمل مفيد، ممكن يكون عمل اضافي بيساعدنا بدخل اضافي، بعيدا عن الفيديوهات وبعيدا عن اليوتيوب وبعيدا عن السوشيال ميديا. حقيقه الانترنت سوق كثير كبير، واي حدا حابب انه يستثمر بالانترنت يشتغل رح يلاقي، وفي طرق كثير ممكن انه نحكي عنها لحتى نشوف كيف فينا نحقق ارباح من استخدامنا للانترنت. نعم، يمكن حكينا كثير بحلقات سابقه عن كيفيه استثمار مواقع التواصل الاجتماعي للعمل والمصداقيه بالعمل، ويمكن في كثير فرص متاحه. هلا لهذا السبب انا اليوم حابب اني اطلع عن السوشيال ميديا واطلع عن اليوتيوب ونحكي عن طرق جديده من خلالها ممكن انه نحن نحقق دخل كثير عالي. خلينا نذكر هلا، يعني اذا هيك عديناهم بسرعه بعدين ممكن نفوت بتفاصيلهم. ممكن اليوم دارش مثلا استطلاعات الراي، يعني ممكن نحن هذا الوقت اللي عم نستثمره على الانترنت نروح باستطلاعات راي مدفوعه، ممكن مثلا نروح باتجاه العمل. نحن بسوريا في شيء اسمه مدفوع؟ ايه هلا بقول لك شيء. اوكي تمام، بس خلينا لانه ممكن نروح باتجاه الفريلانسينج او العمل الحر، وفي اعمال كثيره ممكن انه نحن نشتغلها كفريلانسينج على الانترنت، وفي منصات بتدعم العمل الحر. ممكن نروح بمجالات خلينا نقول المدونات، وهي شغله شائعه وبنشوفها يوميا وبنتابع اخبار وما بنعرف شلون هن عم يشتغلوا، فاليوم كمان حنحكي عن هذا الموضوع. بمجالنا باختصاصنا، بما انه انا اختصاصي برمجه، في كثير سوق كبيره بالانترنت، مثلا تصميم مواقع، برمجه تطبيقات، في جروبات بيسووها جروبات دعم لاختبارات التطبيقات، يعني قبل ما التطبيقات تنزل على الاستخدام بيجيبوا جروب مدفوع، هذا الشيء بيكون في شيء اسمه مثلا تصاميم، يعني مصممين اليوم بيشتغلوا على الانترنت بيرفعوا شغلهم على الانترنت. في اعمال كثيره ممكن انه نحن نقوم فيها بالانترنت، في نحن بمجالنا مثلا في شيء اسمه تحسين سيو او سيرش انجن اوبتمايزيشن، في كثير اشخاص بيروحوا بهالمهنه، في ناس بتبيع صور، في ناس بتبيع
خدمات مثلا. في اشخاص كثير بعرفهم بيعملوا فويس اوفر مثلا، بيكون في اعلان صغير او ستوريات فبيعملوا فويس اوفر بتكون مدفوعه. فينا نحكي عن المتاجر الالكترونيه، فينا نحكي عن العمولات بالبيع والشراء. ممكن حدا حتى في شغله دارجه انه انا بشتري من موقع ببيع موقع ثاني فبربح. حقيقه يعني في بصنفون 30-40 طريقه ربح ممكن من خلالها الانسان يعني يحقق دخل ودخل يكون جيد. نحن عندنا بالبلد مدرسه تعلم لكل حدا مثلا انا حابه افتح بزنس على السوشيال ميديا او على الانترنت، او في مدرسه تعلمني او في مو مدرسه بمعنى مدرسه، ولكن انه ناس مختصين يحطوني بطريق صح. هلا اكيد في، بس يعني اغلب العالم يعني لسه منه دارج، لانه هي حقيقه بيندرج هذا الموضوع تحت التسويق الالكتروني، فهو اختصاص جامعي وبيتدرس وبيتدرس باداره الاعمال. بس انه دورات على هالمستوى يعني كل الجهد عم يكون جهد شخصي، يعني الشخص بيدور بيبحبش على هالانترنت بشوف شلون ممكن انه يطلع المتجر الالكتروني تبعه بافضل صوره. طبعا السوشيال ميديا بتدعم المتاجر الالكترونيه، فبالحقيقه في طرق كثيره نحن فينا نستثمر وقتنا بحيث انه هالوقت بدل ما يكون وقت ضائع لا ممكن يكون وقت مفيد وممكن انه نحقق من خلاله دخل. طيب ولكن مثل ما قالت ليا، نحن شو هي الطريقه؟ يعني مين هن الاشخاص؟ اذا انا عندي فكره بس عمليا ما عندي المعرفه لا الكترونيا ولا في كثير اشخاص عندهم شو افكار شو علي. تماما، ولكن ما بيعرفوا شو هي الطريقه، وخصيصا لكسب المال، لانه خلينا نكون واقعيين حتى من السوشيال ميديا اللي عم يصير كسب المال هو ما عم يصير عن طريق انه بسوريا موجود وبسهوله وعن طريق حسابات تابعه ل يعني لاماكن بسوريا، لا هي عم تكون حسابات خارجيه لحتى الواحد يقدر ياخذ مصاري ومن هالحكي هذا. يعني مثلا فانا كيف بدي اجي مثلا جيب شخص عنده فكره، كيف بدي فهمه الاليه او شو هي الطريقه؟ يعني مثلا مثل الفويس اوفر، طيب ما في تحويل مصاري ممكن لسوريا من العديد من البلدان، ولكن انت ممكن تلاقي هذا الشغل، كيف بدي احصل على مالي؟ كيف بدي اعرف انه انا حقي مضمون اذا اشتغلت فويس اوفر مع الشركه الفلانيه او الموقع الفلاني؟ انا بصراحه انا من خبرتي يعني انا شغلي كله على الانترنت، ونحن شغلنا ببرمجه وتصميم المواقع كل على الانترنت. في منصات عمل مثل فريلانسر، اسمها منصه freelancer.com، في منصه اسمها ابورك، هدول منصات اجنبيه. أبورك. في منصات عربيه مثل مستقل مثل خمسات. هلا المنصات اللي للدول اللي هي عامله علينا حظر حقيقه، نحن عم نحط الحسابات يعني عم نحط حسابنا باسم شخص بالامارات او باسم شخص باوروبا، واليوم يعني اغلب السوريين صار عندهم اخوات او اصدقاء حدا من العائله، فممكن انه انا فوت باسم هذا الشخص يعني بعرض انا اعمالي، مثلا انا مشتغل فويس اوفر، بحط مثلا شو الاعمال اللي انا مشتغلها. نحن بنشتغل مثلا برمجه ويب وبرمجه تطبيقات، بنحط الاعمال اللي نحن عم نعملها. هاي المنصات هي بتعطي تقييم لكل شخص، وهي المنصات المنافسه فيها كثير كبير. ليش؟ لانه الهنود دابحين الدنيا، الهنود شرق اسيا، بس مع ذلك يعني بيضل السوري محبوب اكثر من 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 الهندي. وانا اشتغلت باكثر من منظومه لهنود، يعني انا اشتغلت منظومه لشركه هنديه بالبرمجه ايه، عملت لهم منظومه تطبيقات وهذا. هدول المنصات العمل بتعطي تقييم لكل شخص، يعني مثلا انا سلمت عمل، اول ما بلش بهذا العمل بروح بحط عليه مبلغ قليل، يعني دائما هن بيشتغلوا بمبدا العروض، يعني صاحب يعني انا بدي حدا يعمل لي فويس اوفر، بيجي 100 واحد بيقول انا بعمل لك فويس اوفر، بيعرض سعر وبيعرض هو شو مشتغل. فممكن حدا يبلش مثلا خلينا نقول بمبلغ كثير بسيط، دولار لنفترض على سبيل المثال، فبيجربوا صاحب العمل، يعني بما انه هو مبلغ بسيط فبيجربوا، فبيعطيه تقييم. مثلا ممكن التقييم، في ناس كثير اول ما بتشتغل بيقول انا ما بدي منك مصاري بس اعطيني تقييم 5 من 5. ليه؟ لانه هذا بيعطيه اولويه لتقديم العمل لقدام. فبالتالي هي المنصات هي بتضمن انه تكون وسيط بين الشخصين،
يعني انا مثلا بدي هالعمل، بدي حدا يعمل لي فويس اوفر، بدي حدا يعمل لي برمجه تصميم، بدي حدا يعمل لي برمجه موقع. فقديش مثلا الاتفاق بيروحوا بيحجزوه، هذا الموقع بيحجز المبلغ، لا بصير لإلي ولا بصير لإله. هلا بلحظه معينه اذا انا حققت شروط الاتفاق وقدمت الخدمه المطلوبه مني، بيروح صاحب يعني اللي الزبون بيقول حرر له المبلغ، فبيتحول لحسابي. هلا ممكن يعترض صاحب العمل يعني، فالموقع بيتدخل وبيكون بيعمل تحكيم وبيقول انه يعني بيسمع هذا وبيقول المبلغ لمين لازم يروح. هلا هذا المبلغ صار بحسابك. المشكلة الأولى أنه عادة هن بهيك منصات عمل بيطلبوا رقم تليفون، بيطلبوا عنوان، بيطلبوا مكان هن يعني يعرفوا الشخص منه. هي نحن عم نتجاوزها، بيكون في أشخاص من برا البلد ثقة من يعني هن باسمهم بتكون العملية. هلا بعدين هون يفترض كمان يكون في حساب مصرفي، بتتحول المبالغ لحساب مصرفي، فهذا الشخص بالعادة بيروح بالطرق النظامية بيحول مبالغ لسوريا لقرايبينه للناس اللي هن عم يشتغل معهم. هيك بنكون نحن مثلا قدمنا خدمة، حققنا مربح، فالمربح بالنهاية يعني هذا العمل عم يرجع لبلدنا، عم يدعم اقتصاد صحيح. بلدنا. فأنا كثير بشجع حتى جيل الشباب يعني كثير صاير هذا الشغل، وخصوصا أي شغل أونلاين يعني هو صراحة عم يحقق مرابح جيدة لا بأس بها. بعض يعني خلينا نقول يعني كدخل عم يكون كويس لأي شخص بده كويس. دخل ثاني، لأنه أكيد ما حدا فينا قادر من عمل واحد إنه أو من راتب واحد إنه يكمل حياته. هلا في يعني في كثير ناس بتشتغل على السمعة. يعني مثلا أنا كمدرس جامعي كثير أشخاص بيعرفوني برا البلد، بيعرفوا شغلي، فبصير العلاقة شخصية، مثلا نتواصل مع بعض، أنا عندي هالمشروع قديش بيكلف، بنشتغل له إياه، وبيكون كمان عملية التحويل عملية مباشرة. فأحيانا كثير في أشخاص عم يساووا صفحات على الفيسبوك أو الانستغرام، عم يزيدوا عدد المتابعين تماما وعم ينشروا أعمالهم، بينشروا اعمالهم، ممكن يعملوا دعايات مدفوعه، بينشروا اعمالهم، فبتجي العالم بتفوت وبتشوف، بصير عندهم عروض كمان. تماما. هي شيء. طب هلا السؤال اللي طرحتيه انه انا شلون فيني انا كشخص ما بعرف، يعني عندي ميزه، عندي شيء بساوي. هلا حقيقه في بالبلد شركات مختصه، هي الشركات بتساعدك ب مختصه بشو؟ مختصه بالتسويق الالكتروني، بالميديا والتسويق الالكتروني، فهي بتساعدك من A to Z مقابل عموله. يعني مثلا ممكن تضبط لك صفحة على السوشيال ميديا، ممكن تكون هي عم تدر لك اياها وتحط لك بوستات وتحط مشاركات، ممكن تساوي لك حسابات باسماء اشخاص هن يعني بيكون انهم عندهم حدا برا بيساوي لك حساباتك وبيقولوا لك فيك تشتغلي، وهن بيحصلوا لك اموالك مقابل نسبة، هي نسبة طبيعية يعني عمل يعني كعمل، فهن بيشتغلوا ويعني الطرفين بيستفيدوا تماما. يعني هي يعني ابواب كثيره وتسهيلات كثيره صارت متاحه، فريلانس صار فينا يعني. هلا في دارج بالبلد عندنا استطلاعات الراي. كيف استطلاعات الراي؟ كمان في منصات عالميه، مثلا في منصه اسمها جيت بيت تو يو جوف مثلا، في منصات عالميه. هي المنصات العالميه، الشركات العالميه بتجي بتطلب منهم استبيانات، او بتجي بتطلب منهم اختبار لالعاب على سبيل المثال، او اختبار مثلا برمجيات هن صمموها. فبالتالي هي بتطلب من الناس المشاركين. استطلاع راي بكل واحد ببلده. هلا هون كمان يعني في مشكله انه نحن يعني عم تكون كمان بحسابات خارجيه. بس استطلاعات الراي مو بس استبيانات، يعني مثلا لعبه، شركه صممت لعبه وبدها تطرحها، قبل ما تطرحها على السوق ممكن تكون عامله مجموعه دعم، هي مجموعه الدعم بس يعني انت شغلتك تنزل اللعبه وتختبرها بشكل كامل وتحط ملاحظاتك،
مقابل مبلغ مادي. نعم. ممكن استطلاعات الرأي، استبيانات عن منتج معين، ممكن تكون عن حالة معينة، يعني الشركات بتكون عم تدرس السوق فبتدفع أموال، والعالم اللي عم تعمل هالاستطلاعات كمان تكسب. نحن نتمنى نكون حققنا الفائدة لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا وقدروا يستفيدوا من هاي المعلومات اللي حضرتك قدمت لنا إياها لليوم. شكرا كثير لك، وأهلا وسهلا فيك. شكرا كثير.